السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مرحب يا قلبي، مني شارك سعاده غامره دائمه بوجودي معاكم دايما يا رب. فيديو جديد النهارده بعد فيديو الكابتن حسام حسن وقصه الهروب الجماعي الذي تخرج الاشارات الكثيره من الاجواء بتقول ده. هنشوف الموضوع هيروح فين وهيجي منين فيما يخص الكابتن حسام ومجموعه المحترفين. اللي اكيد ان في ثلاثه ممكن بنسبه تصل الى 95% مش كلهم متواجدين. مرموش، تريزيجيه، احمد حجازي. الثلاثه دول بنسبه 95% مش موجودين في المعسكر. خلاص؟ ايه اللي هيجرى بقى في الباقي؟ مصطفى محمد، محمد صلاح، عد بقى مين اللي هيجي ومين اللي مش هيجي. طيب ده ياخدنا لفكره انه منتخب مصر محتاج الامور تبقى اكثر هدوءا حواليه عشان الامور تعدي. اما نشوف الزمالك بقى بيستعد لاهم مباراه له هذا الموسم واهم مباراه في لمجلس اداره الزمالك الحالي، وهي مباراه الكونفدراليه البطوله. خلاص عندك فرصه. الناس تقول 50-50، الناس تقول 70-30، قولوا اللي انتوا عايزينه، لكنها في الاخر هناك فرصة بالنسبة لإدارة الزمالك ان الفوز بهذه المباراة يعني 3.5 مليون دولار. انت تاني يا عم شاد؟ ايوه، 2.5 الفوز بالبطولة ومليون المشاركة في كاس السوبر، يبقى 3.5 مليون. ده المشاركة يعني ايه؟ لو انت ما خدتش البطولة، لو خدت تاخد 1.5 مليون، 100 100، الحمد لله نعم فضل من ربنا لو حتى 3.5 مليون، لانه هيفكوا ازمة كبيرة جدا. ومن ثم المباراة دي مباراة مهمة لمجلس الادارة، عشان كده قلت لكم انه بيعمل كل حاجة عشان يخلص المباراة دي والمباراة دي تخلص. سيبك بقى من اي حد يقول اي حاجة، بمعنى ناس تقول 50-50، ناس تقول 60-40، ناس تقول 70، زي ما تقول، في ناس تقول 100% الزمالك هيفوز. المباراة بلا أدنى شك صعبة، والضغوط هتكون على لعيبة الزمالك أكتر من الضغوط على لعيبة نهضة بركان. إن كان أنا لا أطالب الزمالك غير بحاجة واحدة، أو لعيبة الزمالك غير بحاجة واحدة، وأخوكم مستر جوميز برضو، الهدوء. أنت محتاج إيه؟ 1-0، دي هدية الاتحاد الإفريقي. يعني الاتحاد الإفريقي أهدانا هدية اسمها 1-0، إن لسه قاعدة الهدف باتنين موجودة. غير كده كنا هنطالب بقى انك تفوز اكتر من 2، تفوز 3-0 ومش عارف ايه عشان تصعد او وهكذا. طيب هنا الموضوع مهم جدا ان الناس تبقى فاهمه ان نهضة بركان فريق الزمالك سهل يفوز عليه، لكن المره دي بقى احنا في ضغوط، والضغوط دي ممكن تفرق وتحطك تحت مشاكل. فمن ثم الحل الوحيد للضغوط دي الهدوء. ما تخافش من حاجه، جيب الجون في الدقيقه 90، مفيش مانع، خد وقتك، خد راحتك، مفيش أي مانع، بس الكرة اللي يجيلك تخلصها. ده اللي أنا أفهمه، وده اللي أتمناه. جمهور الزمالك اللي هيحضر يشجع والأمور تمشي بهدوء وبيسر عشان محدش يبقى زعلان. طيب النهارده جوميز في التدريب الأول ليه بعد العودة من أنت عارف بركة الحد، رجعوا الاثنين الصبح، خدوا أجازة الاثنين، رجعوا النهارده الثلاثة التدريب اتدربوا. مصطفى شلبي النهارده يعني بيحاول يرجع، وقلت لكم ان مصطفى شلبي وشيكابالا بيفركوا جامد قوي عشان يبقوا متواجدين، وخصوصا شيكابالا. طب هو مين الاقرب؟ مصطفى الزناري. طيب يعني ايه الاقرب في التواجد في هذه المباراه حتى لو عديك الاحتياط؟ هو مصطفى الزناري. مصطفى شلبي بعيد شويه، اخونا شيكابالا بعيد شويتين، هيقدروا أربع خميس جمعة سبت الأربع أيام الأمور تتصلح ويبقوا جاهزين؟ يا رب. إحنا نحب إن زيك يبقى في جامل لعبته النهارده يعني أو اليوم ده. النهارده بقى التدريب كان قايم على حاجة واحدة، تصحيح الأخطاء. جوميز شايف إن اللعيبة لعبت غلط في مباراة بركان، وخصوصا في الشوط الأول. دي حاجة مش هو بس اللي شايفها بصراحة، كلنا شايفين. وهي هي الاخطاء اللي الزمالك كان وقع فيها، انه ما عرفش يخرج بالكوره تحت الضغط، ما عرفش يتعامل. ثم التمريرات المقطوعه والكور المقطوعه دي اللي احنا كلنا شفناه، وده اللي هو شافه، وهو ده اللي كان النهارده بيشتغل عليه في التدريب.
فكرة ازاي التعامل مع الضغط وازاي التعامل مع انك تمرر سليم من غير ما الكرة تتقطع عشان ما يحصلش عليك هجمة مرتدة. ليه؟ لان فكرة اللعبة اللي زيك بيلعبها اللي هو التحضير من تحت بيدي مساحة لنهضة بركان او غير الاندية انه يضغط عليك من قدام، فلو اتقطعت انت والجون على طول. وده اللي حصل في الربع ساعة الاولانية في الماتش الاولاني اللي جه فيهم الجونين سواء ضرب الجزاء او بالكورنر. ومن ثم هنا الموضوع الراجل اشتغل على انه يصحح الغلط اللي حصل في ده، ودي حاجة كويسة بقى انه شاف الغلط. لكن هو صحح غلطه هو ولا لا؟ هو ده الموضوع. ايه هو غلطه؟ التشكيل واصراره على لعب بطريقة بقت محفوظة وبيتعامل معاها نهضة بركان ومعين الشعباني زي ما هو عايز. وعين الشعباني هو مش عاوز حاجة، هقف العب اريح خالص واقف ورا وما اجي وبتاع كل ده هنشوف. لكن النهارده كان تصحيح اخطاء جوميز او جوميز واللعيبه بتاعته في التدريب بتاع النهارده. طيب عاوز اتكلم معاكم في حاجه مهمه ارجع تاني واقولها، وهي ان الزمالك سوف يدفع فلوس القيد او عقوبه القيد ويتم رفعها. خلاص ده احنا دايما نقول كده ونكمل. والزمالك بامانه شديده مجلس ادارته في هذه اللحظات مهتم جدا جدا بتقويه الفريق وخصوصا في الاماكن اللي فيها نواقص. بمعنى ايه؟ احنا عندنا الجناح اليمين والجناح الشمال فيهم نواقص، عندنا الباك اليمين والباك الشمال فيهم نواقص، عندنا المساكين فيهم نواقص، عندنا حارس المرمى. يبقى هو شغال عليه مركز حراسه المرمى، شغال على مركز الباك اليمين، شغال على مركز الباك الشمال، على جناح يمين وجناح شمال ومهاجم. خلاص دي المراكز اللي الزمالك بيدور فيها وهيجيب فيها لعيب ايا كان بقى كام لاعب، كان لاعب واحد او اتنين يعني ممكن يبقى عنده مصطفى شلبي ويجيب واحد كمان نضاي هيمشي خلاص، ومهاجم عنده سيف الجزيري وحسام اشرف راجع، وناصر منسي لسه الامور مش واضحه بالنسبه له لكن الكنول هيمشي، فيبقى ممكن يبقى عندك واحد تاني اجنبي. طيب الخط الدفاع عندك الونش هيكون رجع ان شاء الله، وعدي مصطفى الزناري وادي حسام مجيد وادي المسلوسي، ممكن نجيب واحد كمان عشان تبقى الامور في حاله اطمئنان. احمد محمود هيجي ومع عمر جابر وممكن يبقى في ثالث كمان عند احمد فتوح. هي الحكايه بقى مزيك هجيب واحد ولا اتنين في مركز الباك الشمال، هو ده اللي احنا هنشوفه. طيب والجناح يمين وشمال، هنا بقى نيجي للخبر. ان الزمالك من ضمن الافكار اللي هو عايزها وبيدور عليها لاعب اسمه مصطفى فتحي. ومصطفى فتحي فتح ابوابه وفتح قلبه تماما للتواجد في نادي الزمالك الموسم اللي جاي. ايه اللي حصل بقى؟ المعلومه اللي عندنا ان مصطفى فتحي اعطى الضوء الاخضر لنادي الزمالك في بدء التفاوض مع بيراميدز لضمه الموسم الجاي فور رفع الايقاف لقيد. انا جاهز. طب يمكن اخواتنا في بيراميدز يا مصطفى يعطلوا الموضوع؟ قالك لا، انا هتكلم مع اداره بيراميدز وهقنعهم، لكن ادخلوا في المفاوضات رسميا وانا علي ان انا ساعدكم في المفاوضات بتاعتكم. مع مين؟ مع بيراميدز. عداك العيب يا مصطفى وتسلم قوي. مصطفى فتحي وجوده وعنده 30 سنه لكن قدامه 3 4 سنين كمان ويمكن 5، عصفوره حلوه كده زي طارق السيد خفيف، فتقدر يبقى معاك في يلعب زيزو بقى ممكن تلعبه تحت راس الحربه زيزو 8 جناح معاه او هو، وتبقى عندك 2 قيمه كبيره وتقيله في المركز ده، وبعدين ممكن فيهم واحد يعرف يلعب باك اما جناح شمال عادي. مصطفى فتحي اشول فممكن يلعب برضه جناح شمال، او زيزو يعكس يروح هو شمال ويبقى هو يمين، كل الامور جائزه. لكن فكره مصطفى فتحي، فمصطفى فتحي اعطى الضوء الاخضر لنادي الزمالك لبدء التفاوض مع بيراميدز وانه موافق 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 للانضمام لنادي الزمالك. ده خبر حلو ان شاء الله، زي الخبر ان شاء الله اللي هنقوله يوم الاحد بفوز الزمالك بالكونفدراليه و فوزوا بلقب مهم جدا جدا، نتمنى انه يبقى في ألقاب اخرى واخرى بعد ذلك. اشوفكم على خير في اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.